مجددا. فيروس كورونا يضرب موقع تصوير مسلسل شقة الأبرياء. كما هو معتاد من فريق عمل مسلسل شقة الأبرياء أن يقوم بتحليل فيروس كورونا قبل التصوير وبصفة متزمة، هذه المرة كانت هناك نتيجة أحد الممثلين إيجابية، إنه الممثل أغرو أوزغونيل الذي يجسد دور أسعد الذي أصيب بفيروس كورونا، وهذا ما جعل التصوير يتوقف ويعاد التحليل ويتم إعادة التحليل لكل فريق العمل والممثلين، وكانت نتيجتهم سلبية. هذا ما جعل التصوير يستمر. أما الممثل أغرو والذي تم تأكيده أصابت بفيروس كورونا فإنه يقضي حاليا فترة العلاج في منزله. وعن آخر أخبار مسلسل شقة الأبرياء، دينزل أونغال الذي جسد شخصية ناجي في مسلسل شقة الأبرياء يستعد لتوديع المسلسل حيث سيسافر إلى أنقرة. كان من المخطط تمديد دوره لنهاية الموسم، ولكن الكاتبة قررت إعطاء استراحة للشخصية بسبب تأثيرها على شخصية صفية، وغير واضح ما إذا كان سيعود للتمثيل في المسلسل مجددا أم سينتهي دورها عند هذا الحد. انضمام شخصية جديدة إلى مسلسل شقة الأبرياء، حيث ستنضم الممثلة سيدي أكمان للمسلسل بدور طبيبة نفسية. انتهى فيديو اليوم، شكرا على المتابعة.